السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبي في الله في قناتكم مدونة حبيب. لمعلومات لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلك جديد. إن شاء الله في هذا الفيديو كيفاش نحولوا 1 دولار نتاع سويت واليت إلى منصة باينانس. طريقة سهلة جدا. أولا دخول إلى محفظة سويت واليت بهذه الطريقة، ومن بعد نكليكو على هذه المحفظة، ها هي نكليكو عليها. ومن بعد هنا واش يقول لك؟ عطاونا 1 USDT، ها هي فهمتوا خاوتي. نكليكو عليها ومن بعد نديرو هذه تحويل، نديرو ارسال، ومن بعد نروحو الى منصة باينانس بهذه الطريقة. ومن بعد نكليكي على محفظة، ها هي نكليكو عليها، ومن بعد نضغط على الفوري، هاي الفوري، ومن بعد نديرو ايداع، نكليكو على ايداع، ومن بعد نجيو هنايا نختارو USDT، نكليكو عليها، ومن بعد نختارو هذه نختارو خوتي، شفتو هذه هي، نكليكو عليها، ومن بعد ندير موافقة، ننسخ هذا الرابط، نكليكو على هذه هي، نكليكو تم النسخ. درك خوتي نتأكدو، حنا درك ما عدناش 1 دولار او 1 USDT، ما عدنا لا في فوري لا في تمويل، ما عدنا، عدنا 0.86، فهمتوا خاوتي؟ واش نديرو؟ نرجعو للمحفظة، ننسخ الرابط بهذه الطريقة، ومن بعد نكليك على هذه، ومن بعد نضغط على هذه، شفتوا هذه العلامة؟ نكليكو عليه بهذه الطريقة، ومن بعد نكليكي هنايا، ومن بعد ندير ماكس، وندير إرسال. ومن بعد نسحب هذه نسحب بهذه الطريقة، نكليك على هذه، ومن بعد نكليك على هذه، تم السحب بنجاح، تم السحب بنجاح، هي ولات عندنا 0. ومن بعد نروحوا الى منصة باينانس، نديروا التحديث الصفحة، هاي جات، شفتوا 1 USDT، نكليكي هنايا، نكليكو على هذه الملف، فيه اللي فيه الساعة، نكليكو عليه نشوفوا معاملة، 1 USDT، شفتوا معايا خاوتي، بهذه الطريقة رانا حولنا 1 USDT من محفظة سويت واليت بهذه الطريقة. كيفاش حصل على 1 دولار؟ رانا درنا فيديو سابق كيفاش حصل على 1 دولار، دوكا راه كمل التوقيت نتاع حصل على 1 دولار بهذه الطريقة. خاوتي اللي عنده مشكلة ولا ما فهمش هذا الفيديو يتواصل معنا عن طريق الفيسبوك او عن طريق الواتساب، او يخلينا تعليق اسفل هذا الفيديو. عجبكم هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلك جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.